حديث عن الواقع الطبي بشكل عام وعن حالة السرطان بشكل خاص في قطاع غزة، سيكون الحديث مع مديرة العون والأمل لرعاية مرضى السرطان وعضو مجلس أمناء المستشفى التركي المركز الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة الست إيمان شنن. أهلا وسهلا بك معنا وصباح الخير في صباح المملكة. القضايا الصحية والمشاكل الصحية كثيرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وهذا الحصار المطبق ونقص الإمدادات هما إلى ذلك الإمدادات الصحية على وجه الخصوص. من أين نبدأ في قطاع غزة إذا ما جئنا أن نقيم حالة الوضع الصحي اليوم؟ يعني الوضع الصحي بقطاع غزة زي ما حضرتك ذكرت أنه بسبب العدوانات المستمرة، الحصار، الانقسام السياسي، كان القطاع الصحي بصفة عامة هو قطاع هش بسيط إمكانياته قليلة. ولكن هاي الحرب الإبادة، أنا بقدر أسميها حرب لأنه أنا طلعت من غزة قبل شهر، فأنا بقول هي إبادة جماعية لكل ما هو متحرك، لكل ما هو فلسطيني داخل قطاع غزة. 32 مشفى ومركز صحي خرج عن الخدمة منذ بدء العدوان، وأكيد الجميع شاهد ما حدث في مستشفى الشفاء، مجمع ناصر الطبي، المستشفى الأندونيسي، أكثر من 100 شهيد من الكوادر الطبية، المعتقلين من الكوادر الطبية. وبالتالي نحن نتحدث عن نظام جزء الأكبر منه كان يتحمل عبء وكالة الغوث من خلال مراكز الصحية تاعت الأونروا في قطاع غزة، وجزء في المشافي الحكومية ومراكز تقديم الخدمات الصحية. القصة يمكن يتخيلها الناس إنه إشي صار، قصف صار، مباني راحت. القصة أخطر من ذلك. القصة أن تتحدث عن استشهاد ما لا يقل عن 30,000 اللي يتحدث عنهم الجميع. نعم. هذا المعروف لغاية الآن. بالضبط. لغاية الآن إحنا بنحكي على 13,000 تقريبا و750 طفل. بنحكي على 6,250 سيدة. بنحكي عن 73,000 جريح وجريحة. عشان الناس يمكن بتشوف الأحداث من خلال التلفزيون، ما حدث في قطاع غزة كان عبارة عن سلسلة من الموت اليومي، إحساسك بالفقد كل ثانية وأنت موجود داخل قطاع غزة. اسمحي لي يعني عذرا مقاطعتك لضيق الوقت، المستشفيات في قطاع غزة اليوم جراء كل ما يتعرض له القطاع والنقص الكبير معظمها خرج عن الخدمة، إن لم يكن جميع المستشفيات اليوم خرجت عن الخدمة، ما حدود ما يمكن تقديمه اليوم من قبل الكوادر الصحية والطبية والمستشفيات للمصابين المرضى وتحديدا مرضى علاج السرطان؟ يعني أعداد كبيرة في قطاع غزة مصابة بأمراض السرطان، وهذه معاناة لربما كانت ما قبل الحرب، ليست فقط بعد 7 أكتوبر جاءت هذه المعاناة. يعني المعاناة الحقيقية لما أقول لك أنه 75% من مرضى السرطان ما قبل الحرب أساساً يتلقوا علاجهم خارج قطاع غزة، لأنه قطاع غزة لا يوجد فيه مسح ذري، لا يوجد فيه إشعاع الوراديشن بعد استكمال الكيماوي، لا يوجد مجال للعمليات المعقدة، وأيضاً الأدوية المناعية والبيولوجية غير موجودة في قطاع غزة. فلك أن تتخيل 75% تلقوا الخدمات. اليوم 100% من سرطان الثدي ما عندهم، سرطان الثدي والسرطانات الأخرى ما عندهم مش أي خدمات، وبالتالي المرضى محكوم عليهم بالموت مع سبق الإصرار والترصد بشكل بطيء. بشكل بطيء. أنت اليوم تتحدث عن 9,400 مريض تقريبا، هدول المرضى حرموا تماما من خدماتهم. المرضى اللي كانوا يتلقوا علاج الكيماوي أو الهرموني لم يستطيع المرضى السفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. ما خرج من مرضى السرطان خلال الفترة الماضية حوالي 1150 مريض، 1150 مريض أوت أوف الإجمالي اللي إحنا حكيناه. مريض السرطان هو الأكثر هشاشة، الأقل مناعة. أنت متخيل أنه في الوضع الطبيعي كان حياتك كمريض سرطان في قطاع غزة هو حالة طوارئ في بلاد أخرى. ولك أن تتخيل الموقف، المرضى العايشين في مراكز الإيواء مع انتشار الأمراض والأوبئة. إحنا متكلم عن الكبد الوبائي، تخيل أنه يصاب في مريض سرطان ينتشر بشكل كبير وبسرعة فائقة جدا بسبب الاكتظاظ والازدحام في مراكز الإيواء. وتحديدا أود أن أشير إلى نقطة الإحصائية التي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية على ما أعتقد يوم الأمس، وتحدثت أن هناك 8,000 مريض بحاجة عاجلة وطارئة للخروج من قطاع غزة. إلى أي مدى تتفقي مع هذا الرقم؟ هل هذا الرقم مقنع اليوم أم أن الأرقام التي بحاجة أن تخرج من القطاع بسبب الحالات الصحية والمرضية هي أعلى؟
هي اعلى بكثير على فكره. انت بتحكي على قطاع غزه محاصر صغير، انت بتحكي على مئات الالاف من الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي الضغط والسكر وامراض القلب، 8000 مريض. اذا اليوم خلينا نفكر فيها بطريقه مختلفه، اذا اليوم السيده مش قادره، يعني مش ما في حتى علاج هرموني اللي ثمنه لا يتعدى مثلا الخمس دنانير، لا موجود بالصيدليات ولا موجود بالقطاع الحكومي ولا موجود حتى بالمؤسسات، احنا كلنا اتعطل عملنا كمؤسسة. أنا خليني أحكي إحصائية بسيطة، أنا كعون وأمل كل شهر كان بيسلم عندي 4000 سيدة العلاج الهرموني والسمبلمنتري ميديكيشن لا بشكل دوري أو الحقن اللي هي مرتبطة بالعلاج الهرموني. ال 4000 سيدة دول حرموا من بداية أكتوبر من تلقي العلاج، هاي نسبة بسيطة. أعتقد أنه الرقم أكبر بكثير مما تقوله منظمة الصحة العالمية، لأنه حالة الفوضى ما بتخلي في إحصائيات دقيقة. طيب. ولذلك أود أيضا أن نذكر المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة والخدمات الكبيرة التي تقدم في مستشفى الميداني 1 ومستشفى الميداني 2، والدعم الأردني لقطاع غزة على المساحة والنطاق الطبي ليس وليد اللحظة، لم يأتي طبعاً بعد 7 أكتوبر وإنما من قرابة 10 سنوات إن لم يكن أكثر. دور هذين المستشفيين تحديدا في تقليل الضغط على المستشفيات الأخرى التي هي يعني كما أشرتي خرجت عن الخدمة. يعني 2014 إحنا كمؤسسة استخدمنا المستشفى العسكري الميداني الأردني بغزة نقطة أمان لتوزيع الدواء، يعني لو على مدى يومين أعلننا عبر صفحاتنا إنه النساء اللي بحاجة لدواء تتوجه إلى المستشفى العسكري الأردني لأنه كانت نقطة آمنة في ذلك الوقت. هو ما فيش إشي آمن في قطاع غزة، المستشفى الميداني بيقدم خدماته على مدار الساعة، لأنه بالآخر أنت في وضع كل جهد مقدر، إحنا بنحتاج كل الجهود سواء العربية أو الدولية لإنقاذ أهل غزة. وجوده في منطقة كتير خطرة كمان، يعني هو وجوده في منطقة كتير خطرة على الطاقم الطبي الموجود في المستشفى، والناس تتوافد بالألاف على المستشفى العسكري الأردني الموجود داخل مدينة غزة أو ما بين خان يونس ورفح. وبالتالي الجهد اللي يوضع في هذا المستشفى لإجراء العمليات تقديم البرايمري هيلث كير مقدر، وبالتالي هو إحنا بحاجة إلى أكثر من مستشفى أو اثنين حتى يسد الاحتياجات اللي لم يقل 10. لا كلنا بنعرف في وقت الحروب الأساس مقدم لإنقاذ الحياة المباشر. طيب بنقطة سريعة، من خلال تواصلكم مع الكوادر الطبية والممرضين والأطباء شهادات مروعة ما يتعلق في ما بعد الاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لكثير من الأطباء، أبرز هذه الحالات إن كان وصلت تحديدا. يعني إحنا شفنا أحد أبرز جراحين الأورام بعد خروجه من الاعتقال، ويمكن الناس في حالة الصدمة إنها مش قادرة تروي ما حدث، يعني الناس في وقت الصدمة بتقدرش تحكي ما حدث، بس إحنا شايفين على الإعلام وشايفين على الطبيعة وشايفين شو اللي بصير في الناس، ولكن هذا جزء من معاناتنا اليومية كفلسطينيين، مش بس الكوادر الطبية. لكن أنا يعني أنا حابة كتير أنوه إنه الكادر الطبي الفلسطيني أثبت في هذا الحرب إنهم هم الأبطال، هم وأبطال الدفاع المدني والناس اللي كانوا يشتغلوا على الأرض لإنقاذ حياة الناس. شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا لكل الكوادر الطبية والتمريضية، فرق الإنقاذ، الإغاثة المتواجدة في قطاع غزة على كل ما يقدم لأهالي القطاع جراء هذه الحرب المستعرة الإسرائيلية على قطاع غزة. شكرا جزيلا لك، وشكرا لك والحمد لله على السلامة. شكرا. مرة أخرى عضو مجلس أمناء المستشفى التركي المركز الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة إيمان شنان.